وقع بالضبط وليدي خرجنا من المحطه ديال سميتو الكار ديال اتران اللي جاي من الزلال، جينا بشي 10 الناس. الكار كان خاوي مراكش عمر منه الكار. معاش يخرج الكار من الزلال؟ لا خرجنا في الخمسه، خصنا نخرجوا من الخمسه تنوصلوا هنا مع الثمانيه، تيدخل لمراكش مع الثمانيه. وداك الشيء ملي جينا حنا خرجنا من المحطه ركبوا الناس ركبها الكار عمر الكار ديك الساعه في مراكش، إما الزلال جا خاوي. حنا غادرنا لسواق السلام صافي شدونا. ايوا جا واحد جوج الدراري الامن طلعوا مشاو للورد كود، واحد الاول قلب ما بان ليه والو، الثاني ملي جات الثاني جا تيجري مشاو دوك الدراري هودو، جا الاخر قال لي لا كاين شي حاجه، مشى هزو. حيت انا ملي شفتهم وقفت كنشوف تنشوف فيهم، هزو من الجاكيطه ديالو هزو الفوق لح ليه المينوط اللور وشدوهم. وانا شفت تنشوف غير واحد الكبير اللي لابس التريكو احمر الجاكيطه حمراء، وانا ما شفت الاخر الصغير هذاك الاخر اللي دار الجاكيطه زرقاء ثاني الاخر. الاخر عاد كان حيت البوليس صافي عمر الكار. ملي شفت وليدي داك الشيء خفت تخلعنا، طاحت واحد المراه تتبكي، الاخرى ثاني اللي كاينه معنا واحد معايا راه تتبكي حتى هي سخفات، عاد عطيتها الماء وداك الشيء عاد ولات شويه. المهم العيالات اللي كاينين تما حتى الدراري راه حتى الدراري مساكنه راه بكاو كلشي خاف. وحتى جاب الله الامن وداك الشيء نقدوا الناس، الله ينقذكم ينقذ كاملين اولادي. هذاك الشيء اللي شفت وليدي صافي. الناس تنشوفهم تيدوزو هكا ويدوزو هكا، عندني الودنين انتقالين ما عرفتش تيقولوا الناس. هذاك الشيء اللي شفت هذاك اللي زاز راه ما عرفتوش تا تيجوز الودنين داز هكا والناس تيدوزو هكا ويدوزو هكا. قلت لهم اش هذاك الشيء تا واحد ما عاود ليا ما عرفت. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.